يعملوا، مش عايزين هم احرار يعني، محدش يقدر يتكلم في ايوه ده. انا بتكلم لو حد غير الجزيره عمل الحركه دي كانت الدنيا مش هتسقط يعني. نعم اتفضل. معاك اللي هو الصفيه رئيس البعثه. نعم. الو سياده اللواء صفيه، الحمد لله على السلامه يا فندم. الله يخليك ربنا يخليك. طمنا اخبار البعثه والاحداث اللي بتثير القلق كل لحظه، واطلاق النار على اتوبيس الفريق التجولي، هل احنا بعاد قوي عن الفريق التجولي يا فندم؟ احنا بعاد خالص. احنا بعاد. طيب هل الحادث ده بيؤثر على البطوله؟ هل في بعض الكلام عن التاجيل او عن انسحاب بعض الفرق، ولا الامور بتسير بشكل طبيعي؟ والله في كلام كده كابتن احمد، لكن الكلام مش مؤكد يعني، انا شخصيا ما قريتوش يعني. كلام ايه؟ في كلام كده بيتقال كده يعني، انه في تاجيل. ما اعتقدش طبعا ان هيتم كده يعني. انه في تاجيل؟ لا ما اعتقدش. يعني مين اللي بيردد كلام ده يعني؟ هل المسؤولين ولا اقوال كده يعني متواتره وخلاص؟ لا اقوال متناثره بس ما لهاش مصدر اساسي يا كابتن احمد. طيب هل المنتخب التجولي بعد هذا الحادث اتمرن، نزل الملعب، نزل التمرين؟ في الملعب. نزل الملعب وشفناه في القناه الجديده، نزل الملعب. هل في لعيبه مثلا من الاقوال المتناثره سمعت انه في لعيبه في حاله خطر، ولا اللعيبه سلام والمشكله كلها كانت في وفاه سائق الاتوبيس؟ هو سائق الاتوبيس وتعوروا اللي هي الاصابات الخفيفه ديت. لكن ما فيش حاجه مؤثره زي ان هم نزلوا التمرين اهو. طيب طمني عن بعثتنا، فرقتنا، الفندق، قالوا ان الفندق متواضع شويه، لكن احيانا حراره الاستقبال او طيبه الناس بتغطي ضعف الامكانيات سياده اللواء. والله هو كان في شويه متاعب في اجراءات الدخول انغولا. نعم. الريتم بطيء جدا في انهاء جوازات السفر وكده. في تحميل الشنط والحاجات دي اجراءاتهم بطيئه شويه يعني. اللغه طبعا ما بيتكلموش انجليزي خالص او كله برتغالي. نعم. فبرضه اسلوب التفاهم صعب، بياخد وقت معانا شويه. لكن الحمد لله يعني، تعبنا بس الحمد لله الامور استقرت واللعيبه خدت راحتها. ونزلت التمرين النهارده، فتمرين كويس لمده ساعه والحمد لله يعني. طمني على الاكل، احنا معانا طباخ يا فندم هو اللي بيقوم بعمليات الطبخ كلها. ابتدى يشتغل، واشتغل في وجبه الغداء واشتغل دلوقتي. والامور ماشيه تمام، ما فيش شكوى في الموضوع الاداري ده يعني. ما فيش مشاكل في الاكل، ما فيش مشاكل في النوم، ما فيش مشاكل في ملاعب التدريب. لا خالص يعني، قد تكون الامكانيات متواضعه لكن على قد حالهم، ما فيش مشاكل يعني. احنا بنظبط نفسينا على الامكانيات دي عشان ما فيش غيرها. فلازم نظبط نفسنا على كده يعني. صحيح، لكن اللي ما فيش اصابات، ما فيش ازمات، الدنيا ماشيه كويسه. لا ماشيه كلها يا كابتن احمد، كويسه جدا واللعيبه كويسه جدا ويعني ماشيين تمام، مش مشاكل خالص. شكرا سياده اللواء صفي الدين بسيوني، رئيس بعثه منتخبنا الوطني في انجولا. خلينا نروح للزميل طارق رمضان، يبدو ان لديه جديد في موضوع البث الفضائي او البث الارضي بقى، خلاص ما بقاش بث فضائي، وقصه اذاعه المباريات، العشر مباريات، والتي رفضت قناه الجزيره العرض المقدم من التلفزيون المصري وتمسكت بمبلغ 10 مليون دولار، لكن الحكومه المصريه قالت ان هناك اولويات لهذا يعني المبلغ، هناك الصحة، هناك التعليم، هناك المدارس، يعني هناك أحداث كثيرة جدا تكون أهم وأشمل وأعم من مشاهدة المباريات. نسمع من طارق الجديد. مساء الخير يا طارق. مساء الخير أبو الكباتن، زي ما حضرتك قلت بالظبط، هناك أولويات وهناك أشياء كثيرة في مصر تحتاج هذا المبلغ، لكن أنا أقول لحضرتك أن التعنت الجزيرة أنها بالفعل عايزة تطرح 300,000 كارت في مصر من جهتها هي، يعني هي اللي توزعها بعيدا عن شركة CNE اللي هي بتوزع القنوات الفضائية ومسؤولة عن هذه الكروت. وبالتالي هو تعنت الجزيرة أكتر لأنها بكده بتخالف كل العقود الموقعة، بالإضافة أن هم كمان عايزين ياخدوا السيرفر الخاص بالإذاعة عن طريقهم هم، لا يمر على القمر الصناعي المصري ولا يمر على شركة CNE، وهم يرفضوا اتحاد الاذاعه والتلفزيون لان ده مخالف لكل العقود المطروحه بينهم وبين القنوات الفضائيه اللي بتوزع CNE كروتها في مصر وهي المسؤوله عن فتح هذه الكروت. لكن الجزيره تريد كل شيء بالنسبه لها هي التي تكون مسؤوله الاول والاخير. طيب عشان بس نتكلم بالبلدي، الناس ما بتفهمش يعني ايه CNE والسيرفر والريسيفر والحاجات دي، نفهم الناس بالراحه.
يعني ايه الجزيره عايزه توزع من نفسها 300,000 كارت؟ يعني يعني يا فندم انا دلوقتي عايز اشترك في الجزيره، بروح للسي ان اي الشركه المصريه للاقمار الصناعيه. جميل جدا. اشترك معاها واديها الفلوس وهي تفتح لي الكارت. حلو قوي. الجزيره ترفض هذا المبدا. بتقول ان هي عايزه تطرح الكروت من نفسها، يعني اروح للجزيره سواء عن طريق مكتب في القاهره او عن طريق مكتب توزيع هي تكون مسؤول عنه واشتري منها وهي اللي تفتح لي الكارت او ما تفتحليش. وده مستحيل يحصل. وده مستحيل يحصل لانه مخالف للعقود تماما ومخالف لعمل الشركه المصريه للاقمار الصناعيه. وبالتالي هي عايزه تتصرف بنفسها في مصر. زي ما حضرتك قلت كده ان هي هتزيع على 9 و10. فبالتالي افتح لك ما افتحلكش يبقى الحريه والقرار بتاعي انا وليس بالجانب المصري. وده قناة الجزيرة. دي قناه الجزيره. وهم عندهم يعني هم عندهم ازمه بيتفاوضوا من امبارح على هذا المبدا ان احنا لا احنا نطرح، وطبعا الجانب المصري لن يسمح بهذا. فده من ضمن ادوات التعامل. ثانيا السيلفر بمعنى ان انا اما اجي ازيع حاجه بزيعها عن طريق شركه سي ان اي، هو عايز ينفصل تماما عن سي ان اي، يعني عايز بمعنى صح يصنع اعلام داخل مصر هو يتصرف فيه زي ما هو عايز، وده مخالف تماما ولن تقبل به سواء وزاره الاعلام او اتحاد الاذاعه والتلفزيون. لابد ان يلتزموا بالعقود الموقعه ما بين السي ان اي. لا اذا كانوا عايزين يعملوا دوله داخل الدوله دي حاجه ثانيه. يعني هم لو متصورين ان هم اللي هيديروا الحياه، يعني انا دائما بحترم العقود. هم عندهم عقد وعندهم حقوق وخلاص، محدش يقدر يتكلم ابدا، دي حقوقهم. لكن احنا عندنا حقوق وعندنا عقود اللي هي السي ان ايه اللي تابع لوزاره الاعلام المصريه في النهايه، ولا انا بتكلم غلط؟ ده صح كده. بس يبقى كده انا بحترم عقودك، وانت ما رضيتش تبيع لي انت حر، لكن هتيجي تشتغل هنا تفتح انت المحلات هنا زي الاخ لو ده واي حاجه عملته الخارجيه النهارده قالت ده غير مرغوب ما يدخلش مصر، ده يعمل فيها بطل قومي ده يغور في 60 داهيه. فاللي عايز اقوله انه الجزيره حقهم ان هم يذيعوا زي ما هم عايزين، لكن انا بكره ان شاء الله هقول للساده المشاهدين ويمكن النهارده بس بكره ازاي تتفرجوا على بطوله الامم الافريقيه والقنوات وتفتحوها ازاي وتتفرجوا ازاي، واذا كان التعليق بالفرنساوي انا هعمل لهم خدمه ممكن اعلق لهم تعليق برايفت، يعني مفيش مشكله يا طارق. فانا بكره انا بوعد كل الساده المشاهدين بكره بامر الله سبحانه وتعالى هقول لكم كيف تشاهدون بطولة الأمم الأفريقية وعلى القهاوي ومن خلال الوصلات كمان اهو هيتفرجوا ازاي بعيدا عن قناة الجزيرة. يعني اذا ما توصلوش النهاردة الى حل عشان الناس تشتري من خلال النافذة الرسمية وهي الجهة المسؤولة عن التعاقدات وزارة الإعلام المصرية او السي ان اي او الشركة اظن المصرية الصلاة زي ما انت قلت مش عارف اسمها ايه ولا الأقمار الصناعية اذا ما كانش كده بكره يا جماعه هنقول لحضراتكم الخطوات بالظبط، معانا سعيد عبقري في الحاجات دي هيقول لكم 1 2 3 4 ازاي تجيب التي في سانك اللي هي القناه الخامسه الفرنسيه، وازاي تجيب القمر الصناعي الاوروبي، وازاي تحول، وازاي تظبط. هنشتغل في دي ونقعد هنا كده ان شاء الله نشتغل صناعيه مع بعض احنا الاثنين، بس في الاخر ابقوا شوفونا ب 10 صاغ ولا ربع جنيه ولا اي حاجه ما عندناش مشكله. خليكم بقى انتوا في تعنتكم، افتحوا في الخليج هناك، افتحوا في اي حته هناك، افتحوا في اسرائيل ما فيش مشكله خالص، في مكاتب جميله جدا موجوده في اسرائيل بتذيع و100 100 وزي الفل ما عندناش ادنى مشكله، افتحوا براحتكم. لكن احنا ان شاء الله هنتفرج على البطوله الافريقيه وهنتفرج على منتخبنا الوطني باذن الله. شكرا جزيلا.